السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك. الحمد لله، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحسن إلى الخدم. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. هذا يعلمنا أدب الإحسان إلى الخدم. ومن جملة الإحسان إلى الخدم أن يعطوا من الطعام الذي يقومون بصناعته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم خادمه بطعام فليجلسه معه، فإن لم يجلس فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه. أي قد قام هذا الخادم بتجهيز ذلك الطعام، فهذا فيه دفع لنفس ذلك الخادم. بعضنا ربما يبالغ في الأكل أو عند مع ضيوفه أو مع أهل بيته، والخدم يريدون فقط ما يقوم حالهم وما يقوم أجسادهم، فلنتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. أيضا من جملة الأمور والتعامل مع الخدم هو الإحسان للخدم بإعطائهم أجرهم. أعطي الأجر أجره قبل أن يجف عرقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 أنا خصمهم يوم القيامة. وذكر منهم: ورجلا استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، فاتقوا الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الضعفاء. السلام عليك يا رسول الله، السلام.